وكذلك يقول حفظك الله، يقول: وهل من اشترى بضاعة مقلدة كساعة مقلدة أصلها غالي، هل يدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تلبس بشيء ليس فيه ألبسه الله يوم القيامة ثوب يزور؟ لا، هذا يدخل في إضاعة المال، يدخل في إضاعة المال أنه يشتري شيئا مقلدا ورخيصا بثمن غال من أجل يقول للناس هذا شيء كذا وكذا، هذا من إضاعة المال، ومن أيضا التغرير بالناس. نعم.